بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما يسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك طائعين، لك ذاكرين، إليك راغبين، منيبين، مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم ومشايخهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا تكلمنا في جلستين سابقتين في فصل في أحكام الإقرار، وهو لغة الإثبات، وشرعا إخبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير، والمقر به ضربان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا، والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه. وحق الله في الزنا احنا قلنا يعني إقامة الحد، لأن الزنا متعلق بعرض آدمي برضه، بس هنا بيتكلم على الحد. حد الزنا لا يقام إذا تراجع في الإقرار، لأن الحد حق الله ذاته. وكذا السرقة، السرقة اللي هي القطع، حد القطع، لكن السرقة ما انت بتاخد مال غيرك، متعلق بحق آدمي برضه، بس لا يعاقب إذا تراجع عن إقراره بالسرقة، لا يعاقب بالقطع، يعاقب بعقوبة أخرى، قد يكون اختلاس، قد يكون نهبة، قد يكون غصب، وكل هذه القضايا حرام، ولكن لا تقطع اليد فيه. كأن يكون رجعت، يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شروط، اللي هي إيه؟ شروط المقر بقى. يبقى شروط المقر لازم يبقى توفر في شروط، ثلاث شروط. أحدها البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن ولي. والثاني العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه، فإن لم يعذر فحكمه كالسكران. والثالث الاختيار، وإحنا واقفين على دي، إحنا واقفين على الثالث الاختيار، هنقرأ ونقرأ بالتفصيل من هنا من عند الاختيار، ما سبق تم شرحه في الجلستين السابقتين. يبقى الشرط الثالث بعد البلوغ والعقل الاختيار، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، والمراد به كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. وإذا أقر لشخص بمجهول، افرض أقر بمجهول، فلان له حق عندي وسكت، طب الحق ده إيه؟ أو في ذمتي لفلان شيء، إيه الشيء ده؟ يعني مجهول. وإذا أقر لشخص بمجهول كقولي لفلان علي شيء، رجع بضم أولي إليه أي المقر في بيانه،
أي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل كفلس، ولو فسر المجهول بما لا يتمول وهو من جنسه كحبة حنطة. يعني ممكن يبقى حبة الحنطة دي حبة قمح، دي بتتمول، ينفع تروح تبيع حبة قمح؟ ما ينفعش تبيع مثلا نص كيلو كيلو كده، ما تبيعش حبة. فإذا فسره بما لا يتمول وهو من جنسه كحبة حنطة، يعني من جنس ما يتمول، يعني لا يتمول من جنس ما يتمول، فهمت ازاي؟ زي حبة قمح أو حبة أرز، أو ليس من جنسه، أو أقر بما إيه؟ بما يتمول، بما من جنس، من جنس ليس من جنس ما يتمول. كويس؟ لو فسر المجهول من جنس لا يتمول لكن يحل اقتناؤه، لأن ما لا يتمول قد يحل اقتناؤه وقد لا يحرم اقتناؤه. فإذا كان لا يتمول لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزبل قبل تفسير قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. الزبل اللي احنا ايه اللي بيبقى الروث، روث الايه الطيور الداجنة والحاجات دي، بيستعملوه على أساس بايه بيسملوا بيه الأرض، بيعملوا بيه وقود، يخبزوا بيه الحاجات دي كلها. قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه، افرض أقر بمجهول وما رضاش يبين، امتنع من بيانه بعد أن طلب به، حبس حتى يبين المجهول. فإن مات قبل البيان، وده من باب الإكراه الجاء الشرع، لأن أنت ما أكرهتوش هنا على الإقرار، أنت بتكرهه على بيان ما أقر به من مجهول. واضح؟ يبقى اسمه ايه؟ اكراه بحق. يبقى في اكراه بغير حق، ان انا احبسه واضربه عشان يقر بشيء ايه من وهو يعني تحت ايه تحت تأثير الضرب او الخوف، يبقى ده اكراه. لو اقر في الظروف دي ما ينفعش. كويس؟ لكن لو ضربه علشان يقول الحق، سواء كان الحق ده هيقول عملت او ما عملتش، ليه عليا او ملوش عليا، يجوز. افرض ناس هتيجي بالضرب، في ناس كده واجازها الملكيه، يبقى يضربه مش علشان يقر باللي هو عايزه، لا، يقر بالحقيقه، ما يكذبش. ده اكراه بحق. واضح؟ يبقى الاكراه بحق له صورتين، انك انت تكرهه علشان يقول الحق، مش يقول اللي انت عايزه، لا يقول الحق، او انك انت تكرهه لانه اقر بمجهول ولا يريد ان يبينه. فهمت بقى الصورتين؟ فان مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركه. ويصح الاستثناء في الاقرار، هنقف عندي، هنحاول ايه نخلص الجزء ده من اول الاختيار لحد الاستثناء في الايه في الاقرار. بيقول هنا بقى الشيخ البيجوري قوله والاختيار، أي ولو بقرينة، فمتى ظهر منه قرينة اختيار كأن عدل عما أكره عليه فإقراره صحيح، لأنه حينئذ غير مكره. يعني أكرهه حاكم ظالم، أكرهه أنه يعترف، فاعترف حال حاجة تحت توطأة الإكراه، ثم رفع عنه الإكراه فأقر بعده بشيء آخر، يبقى عندي قرينة أن الاختيار بقى موجود والإكراه زاد، فأخذ إقراره الثاني مش الأول، فهمت؟ لأنه زال عنه الكراهة. ولذلك قال الشارح فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، فقيد بقول بما أكره عليه ليخرج ما لو أقر بغير ما أكره عليه. يعني ضربوه عشان يقر ان ليه عليه مليون جنيه. كويس؟ فراح ايه أقر ان ليه عليه 1000 بس، مش مليون، لا ده 1000 جنيه، ايه مليون دي؟ فهمت؟ فممكن تاخد انت، لانه أقر بغير ما أكره عليه. واضح؟
قوله فلا يصح إقرار مكره تفريع على مفهوم الاختيار، والمراد المكره بغير حق. أما المكره بحق، هيجيب لك بقى أمثلة المكره بحق، كأن أقر بمجهول وامتنع من بيانه زي ما هنقولها بعدين، فأكره على تفسيره فإنه يصح تفسيره، وإن كان مكرها لأنه بحق، لكن هذا إكراه على التفسير لا على أصل الإقرار. يعني لما بنكرهه علشان يبين المجهول اللي هو أقر بيه ده مكره، لكنه ده مكره مش عشان يقر، ده مكره عشان يبين ما أقر به. واضح؟ وإن كان مكرها لأنه بحق، لكن هذا إكراه على التفسير لا على أصل الإقرار. وصورة إقرار المكره أن يسأل عن المدعى به فيجيب بالنفي فيضرب ليقر، فإذا أقر حينئذ فلا يصح إقرار. بيدي لك المثال يعني إمتى الإكراه ما ينفعش. يجي يقول له فلان بيدعي عليك أنه يريد منك 1000 من الجنيهات لك في ذمتي، كويس؟ فالتاني يقول ايه؟ يقول ملوش حاجة عندي، يروحوا رازعينه علقة، يقوم يقول بعد ما يرزعوا علقة تحت وطأة الألم ليه 1000 خلاص. اي الصورة دي ما تنفعش، لانه اقر تحت وطأة ايه؟ وطأة الاكراه، كويس؟ ولو بالتهديد، حتى الشرط ينفذ الضرب بالتهديد، جاب المسدس وحضره، جاب الراجل ومسك الكرباج وبيجهزه، فهو شاف المنظر ده قال انا ههزق نفسي بقى علشان 1000 جنيه، يا عم خد ال1000 واخلص، وبعدين اخدها منك يوم القيامه. يبقى الاكراه بالطريقه دي ما ينفعش عند الشارع، كويس؟ لكن ينفع عند حكام الظلمه، عادي عادي في المعتقلات كلها بتتم كل الاعترافات بالصوره دي. هذا عند حكام الظلمه ما ينفعش، واحنا المسلمين حكام عدول ما عندهمش الظلم ده، لكن حكام النازية والفاشية، واخد بالك ازاي، والماركسية والعالم اللي هم بيدعوا حقوق الانسان، ما عندهمش مانع تعترف على الكرسي الكهربائي، اعترف واقر بس على الكرسي الكهربائي ما يجراش حاجة، عندهم كده مجرمين حيوانات، لان لا يحترموا الانسان، بيعتبروا ده قطعة لحم وتطورت من قرد وملوش حرمة، واخد بالك، ومش معترفين بان في اله، ومش خايفين من الاخره، ومفيش حساب، وبالتالي يعمل اللي ما يعمل بقى، طالما كفر خلاص بقى تتوقع منه كل شيء. لكن المسلم لا، المسلم ما عندوش الحكايه دي. بخلاف ما لو سئل عنه فيسكت ولا يجيب بشيء لا اثباتا ولا نفيا فيضرب ليصدق في القضيه. الصوره الثانيه بقى اللي هو الإكراه بحق، إن هو يقول فلان بيدعي عليك إن يريد منك مثلا 10000 جنيه، مش يقول لا ملوش، لا ده يسكت ما يجاوبش، كويس؟ فيضربوه عشان يقول الحق، الصورة دي صح. فتحت الضرب قال لا ملوش حاجة عندي، أو ليه فعلا وصدق، يبقى ينفع، لأن أنا ما بضربوش عشان يعترف، ده أنا بضربه عشان يقول الحق، سواء بالنفي او بالاثبات. فهمتني بقى ازاي؟ فالصوره دي تصح، ده لو سكت، واضح؟ فيضرب ليصدق في القضيه، فمتى اجاب بشيء ولو نفيا لم يتعرض له، فاذا اقر حينئذ صح اقراره لانه ليس مكرها، اذ المكره من اكره على شيء واحد. يقول له ايه؟ ما انت لازم يضربه، ويقول له انا بضربك وهبطل الضرب عشان تقول انا عملت كده، او ايه، او انا عملت كده، يعني مفيش اختيار. الاو دي تهريج، يعني لازم هتعترف، ما ينفعش. فاهم؟ زي ما بيعملوا في المعتقلات في جوانتنامو ومش عارف ايه والحاجات اللي بيعملوها دي، والمعتقلات اللي في بلاد المسلمين من الحكام الظلمه برضه في بعض القضايا السياسيه بتحصل مثل هذه الامور.
لأنه ليس مكرها، إذ المكره من أكره على شيء واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق، والصدق لا ينحصر في الإقرار. وفرض المسألة أنه لو أجاب ولو بالنفي ترك كما علمت. وأما ما يقع من ولاة الجور في هذا الزمان من ضربهم المتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما ليقر بالحق، ويريدون بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه، ولا يكتفون منه بقول ما أخذت مثلا حتى يقر بالحق الذي ادعاه خصمه، فالصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال الضرب أو بعده، وعلم أنه لو لم يقر لضرب ثانيا كما قاله الأزرعي واعتمده الخطيب. ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته، افرض ادعى بقى أقر كل حاجة وأثبت الإقرار ومضى، وبعدين راحوا للقاضي الأوراق، فقال للقاضي على فكرة أنا أقريت تحت وطأة الإقرار، هنا بيدعي أنه إيه لما أقر كده ومضى كان مكره. هل القاضي يقبل ادعاءه أنه كان مكرها ولا يأخذ بإقراره الأول؟ لو كان في قرينة تدل على الإكراه، كأن كان محبوسا مثلا أو يكشف له جسمه يبين له أثار التعذيب، خلاص يبقى ساعتها ما ياخدش القاضي بإقراره لأن عنده قرائن. واضح؟ مفيش قرينة يبقى خلاص ما يقبلش، ياخد بالإقرار الأول. ولو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها وقته، فإن كان هناك قرينة دالة على تصديقه كحبس أو توسيم صدق بيمينه. توسيم أو ترسيم يعني. توسيم أو الترسيم يعني علامات في جسمه تدل على نوع من التعذيب. أو جايبينه في القيود. أو جايبينه بيجروه من الحديد. وكل ما يجي يتأخر في المسؤول أمام القاضي يديله بالشلوت. الله. بقى ده منظر واحد، ده مقر بغير اختيار، ده انتوا جايبينه بتسقوه سوق الانعام والدواب الوحشيه، ما ينفعش. القاضي ما يقبلش لان عنده ايه، شايف القرائن تدل ما ينفعش الحاجه. يبقى لو كان عنده قرينه تدل على الاكراه وقال امام القاضي ان انا اقريت وقت الاكراه، يقوم القاضي يصدقه لو في القرينة بيمينه، يقول له طب احلف. عند القرينة يقول له طب احلف على ان كنت مكره، فلو حلف يبقى كان مكره خلاص، يقوم يلغي الايه الاقرار ده. والا فلا يعني ايه؟ يعني لو ما حلفش باليمين او ما فيش قرينة دالة ورفض الحلف، يقوم خلاص القاضي ياخد بالاقرار اللي هو المكتوب امامه. واضح؟ قال له احلف، قال له مش هحلف. قال له طيب يعرضوا على الطبيب الشرعي عشان يشوف هل في اثار تعذيب جسدي، يقوم الطبيب الشرعي تقرير الطبيب الشرعي يقول له انه سليم الجسد، مفيش اي اثار لا كدمات ولا سحاجات ولا اي حاجه. واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ ويقول له احلف، يقول له ما احلفش، يبقى ساعتها القاضي ما يصدقوش. واضح؟ ولو تعارضت بينه اكراه واختيار، طب افرض بقى القاضي عنده تساوت احتمال انه كان مكره، ادلتها متساويه مع احتمال انه لم يكن مكرها، يعني مش قادر يرجح القاضي، يعمل ايه؟ يرجح الاكراه، لان الاصل براءه الذمه. الاصل ايه؟ يرجع للاصل بقى، يقول لك على الاصل دور، انا ما عرفتش ارجح، أو مرجع للأصل إن براءة الذمة، يبقى إيه؟ ما أقرش، يبقى ده كان مكره. واضح؟ ولو تعارضت بينة إكراه واختيار قدمت الأولى اللي هي الإكراه يعني، لأن معها زيادة علم، إلا إن شهدت بينة الاختيار بأنه زال الإكراه ثم أقر بعده فتقدم كما قاله في العباب. العباب ده كتاب للإيه؟ للأزرعي. قول وإن كان الإقرار بمال. كده خلصنا موضوع الاختيار والتفاصيل المتعلقه به، كويس؟ نيجي لنقطه ثانيه، احنا قلنا شروط المقر البلوغ والعقل والاختيار، في شرط ثالث لو كان الاقرار بمال، ان يبقى ايه؟ غير محجور عليه وغير سفيه. فهمت ازاي؟
وعلشان يبقى غير سفيه وغير محجور عليه نجمع الوصف ده في ايه؟ نقول الرشيد، انسان رشيد يعني حر التصرف في ماله ويتصرف في ماله بحكمة. انما ما يبقى سفيه يبقى بيتصرف في ماله بغير حكمة، محجور عليه كمان بفلس قد يكون اسباب الحجر. ما احنا قرينا الحجر قبل كده وشرحناه، قد يكون الحجر سببه اما سفه او ايه او صغر سن او فلس، مش كده برضه؟ يبقى الحجر بسبب صغر السن، وقد يكون الحجر بسبب الفلس لصالح الغرماء، وقد يكون الحجر بسبب ايه؟ السفاهه، اللي هو ايه؟ ما بيحسنش التصرف في المال. يجي يتعشى يروح موزع بقشيش 5000 جنيه هو بيتعشى، مش عادي يعني. توزع بقشيش لحد 50 جنيه ماشي مقبول، 5000 جنيه 50000 جنيه بقشاشه كده للجرسونات، الراجل ده بقى عنده خلل في التصرف. يقوم اهله واولاده يثبتوا الوقائع دي، يحصل ايه؟ حجر عليه لسفاه. فهمت بقى؟ فبيقول هنا قوله: وإن كان الإقرار بمال أي أو اختصاص أو نكاح. وقوله: اعتبر فيه أي في الإقرار كما هو الظاهر. وقوله: شرط رابع أي مع ما تقدم. قوله: وهو الرشد أي ولو حكما. ليه بقى يقول الرشد حكما؟ افرض هو سفيه، بس السفيه نوعان: سفيه مهمل وسفيه محجور عليه. سفيه مهمل يعني ايه؟ يعني اهله ما بلغوش عن سفاهته، فما فيش حكم قضائي انه محجور عليه، فيجي يسموه السفيه المهمل. كويس. التاني السفيه المحجور عليه ده غير مهمل لانه في حكم قضائي، عشان كده بيقول لك رشيد ولو حكما، فيدخل السفيه المهمل. واضح؟ فانه رشيد حكما كما أشار إليه الشارح بقول: والمراد به أي بالرشد. وقول: كون المقر مطلق التصرف أي ليشمل السفيه المهمل كما علم، لأن السفيه غير المهمل محجور عليه مش مطلق التصرف، يبقى كأن الرشد يريد فيه مطلق التصرف. كويس؟ عايز يقول كده عشان ندخل فيه السفيه المهمل. واضح؟ ويخرج، يخرج كمان لما نقول مطلق التصرف نخرج مين؟ نخرج الولي في مال محجوري. لما حجرنا على هذا الانسان اما لصغر او لسفاهه او لجنون او لفلس. كويس. اللي حجر وليه بقى اللي هو مسؤول يتصرف في المال لمصلحته، ده ما مش مطلق التصرف، ده لازم يتصرف تصرف ظاهر المصلحة للمحجور عليه، فيبقى مش مطلق تصرف، فنخرج الولي كمان. فما ينفعش الولي يقر، ليه؟ لأنه مش مطلق التصرف. هو بيتصرف بس مش مطلق التصرف. واضح؟ فخرج الولي في مال محجوره. واضح؟ ولو عبر المصنف بإطلاق التصرف مكان الرشد كان ريح نفسه. كويس؟ ده أنا للرشد كان يقول لك مطلق التصرف كان ريح نفسه. لكان أولى، فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده، فلا يلزم ذلك لا ظاهرا ولا باطنا على ما اعتمده الرمل. الحتة دي الإمام الرملي اختلف فيها مع الشيخ زكريا الأنصاري في الفتوى. الشيخ زكريا الأنصاري رأيه أنه السفيه المهمل، واخد بالك إزاي، لو أقر بإتلاف مال أو بدين مهمل يعني معلوش حكم قضائي يلزمه قبل الحجر ولا يلزمه بعد الحجر. كويس. لكن الامام الرملي اعتمد في السفيه مهمل او غير مهمل مطلقا، لا تعتمد ايه اقراراته. واضح؟ يبقى الامام الرملي ضيق المسألة عن بالنسبة للامام الشيخ زكريا الانصاري. وعلى شكرا بيقول: فلا يصح إقرار السفيه بدين أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده، فلا يلزمه ذلك. أما يقول قبل الحجر يعني المهمل، وبعد الحجر يبقى السفيه غير المهمل. فهمت إزاي؟
فلا يلزم ذلك لا ظاهرا ولا باطنا على ما اعتمده الرملي في باب الحجر وأقره مشايخنا، خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام وتبعه الشيخ الخطيب من أنه يلزمه باطنا فيغرمه للمقر له بعد فك الحجر عنه. واضح؟ وأما إقرار المفلس فصحيح سواء أقر بعين أو دين، جناية مطلقا أو بدين أو بعين أو دين جناية مطلقا أو بدين معاملة أسند وجوبه لما قبل الحجر. المفلس بقى ده لما يقر بدين أو جناية مالية وأسند وقوعها إلى ما قبل الحجر عليه بسبب الفلس يصح إقراره، فهمت إزاي؟ لكن لا تؤخذ من مالي حتى نوفي الغرماء، فإن وفينا الغرماء يبقى إيه؟ ينفذ الإقرار التاني. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ المحجور عليه بفلس بسبب فلس أقر بدين لغير الغرماء قبل الحجر عليه، يعني حجر عليه بالفلس في شهر رمضان من هذا العام، قال على فكرة في محرم من هذا العام فلان ده لي في ذمتي 10,000 جنيه، كويس، واعترف بالحكاية دي بس بعد ايه حكم بالحجر، يصدق لكن لا يدخل هذا مع الغرماء، نخلص الغرماء الاول وبعد ما نخلص الغرماء نبقى بعد كده نطالبه بما اقر به طالما اسنده الى ما قبل الحجر. واضح الكلام؟ فهمت المسألة؟ سواء اقر بعين او دين جناية مطلقا او بدين معاملة اسند وجوبه لما قبل الحجر، فان اسند وجوبه لما بعد الحجر لم يقبل في حق الغرماء لكن يؤاخذ به فيغرمه بعد فك الحجر. كويس؟ يبقى اذا اقر قبل الحجر يقبل مطلقا، كويس، اذا بعد الحجر يقبل لكن بعد ايه؟ بعد اعطاء الغرماء حقه. واضح؟ لو كان الاقرار بعد الحجر. نعم إقراره بالتصرف في أعيان ماله غير صحيح لأنه لا يصح تصرفه في أعيان ماله لأنه محجور عليه، فلا يصح إقراره بالتصرف فيها، وبهذا كله تعلم ما في قول المحشي فيصح في ذمته لا في أعيان ماله. فتأمل، المحشي هو البرماوي اختصر المسألة وقالها بالجملة الصغيرة دي. قوله واحترز المصنف بمال إلى آخره، بيقول هنا واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار، هذا معلوم مما سبق لكنه صرح به مجاراة لكلام المصنف، كطلاق وظهار ونحوهما، وكذلك موجب عقوبة كحد وقود، وإن عفى على مال لعدم تعلقه بالمال ابتداء وإن استتبع المال. المحجور عليه لو أقر بطلاق أو ظهار يصدق لأنه محجور عليه في التصرف في ماله مش في الطلاق وعدمه، يعني لو طلق وهو محجور عليه طلاقه يقع، مش كده برضه؟ ولو ظهر وهو محجور عليه في تصرفه في ماله ظهاره يقع. واضح؟ يبقى التصرفات المالية بس، لكن إقراره في الأمور المتعلقة بطلاق أو نكاح أو ثبوت نسب كل ده إيه مقبول فيه. وكذلك موجب عقوبة كحد وقود، القود اللي هو القصاص يعني، وإن عفى على مال لعدم تعلقي بالمال ابتداء. عفى على مال يعني ايه؟ يعني كان واحد قريبه واحد قتله وهو من ضمن أولياء الدم وهو محجور عليه بفلس، فراح عفى عن قتله مقابل الدية فجاله جزء من المال، يصح تصرفه لأنه هنا هيقبض مش هيطلع، هنا هيقبض، عفى على مال، فهمت بقى؟ فيبقى عفى على مال يجوز تمشي.
وإن عفى على مال لعدم تعلقه بالمال ابتداء وإن استتبع المال. قول وإذا أقر لشخص بمجهول علم منه أنه لا يشترط في المقر به أن يكون معينا، بل يصح إقراره بالمجهول ثم يرجع في بيانه إليه أو إلى وارثه بعد وفاته. يعني قولك قول لفلان علي شيء أي أو كذا، فيقبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد سلام ونجس لا يقتنى. والحق كالشيء إلا أنه يقبل تفسيره بعيادة المريض. يعني بيقول لك إيه لفلان علي شيء غير ما يقول لفلان علي حق. لفلان علي شيء، الشيء هنا تملي متمول، إنما يقول فلان علي حق قد يكون متمول وقد يكون حق المسلم، رد السلام، عيادة المريض، يعني أمر عام. فهمت إزاي؟ والحق كالشيء إلا أنه يقبل تفسيره بعيادة المريض ورد السلام لفهمهما منه في معرض الإقرار. ولو قال له علي شيء شيء، وكرر كلمة شيء، أو كذا كذا، لزمه شيء واحد، لأن الثاني تأكيد للأول. فإن قال شيء وشيء بالعطف أو كذا وكذا، لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرة. ولو قال له علي كذا درهم، كذا درهما، كذا درهم، كذا درهم، يعني بالرفع أو بالنصب أو بالجر أو بالسكون، نعمل فيها إيه؟ لازمه درهم واحد. له علي كذا درهم، كأنه بيعرف الكذا ده بالدرهم، يبقى درهم. فهمت إزاي؟ كذا درهما تمييز، يبقى درهم. كذا درهم على المضاف إليه، يبقى برضه يبقى درهم. فهمت إزاي؟ أو كذا درهم، لأن كان في الجيل بتاعهم عارفين النحو، إنما الأجيال بتاعتنا دي الصور دي ما يعملش بيها القاضي. ليه؟ لجهل الناس بأحكام النحو. يبقى الصور دي أنت بتتعلم منها بس إن القاضي بيراعي إيه؟ فهم الناس للغة. لو كان بيحكم بالناس بتفهم في اللغة، يبتدي بقى يميز على حسب الإعراب اللي قاله، لأن ده فاهم شغله، فاهم كلامه. إنما الناس العوام بتوع المصريين دول حتى ولو معاه دكتوراه من الجامعة، أما تقول له كذا درهم، كذا درهم، كذا درهم، إيه الفرق بينها في المعنى؟ يقول لك إيه؟ إيه؟ هو معاه دكتوراه، لأنه لغته ضعيفة. فهمت بقى الفرق؟ فيبقى هنا بيدي لك المثال، لأن كان زمان الناس معظم الناس حافظين القرآن ولغتهم قوية ويفهموا. ومثله ما لو قال كذا كذا درهم بالأحوال الأربعة، أو قال كذا وكذا درهم بلا نصب فيلزمه درهم واحد. فإن قال له علي كذا وكذا درهما بالنصب لزمه درهمان، لأن التمييز يعود للجميع مع المغايرة التي يقتضيها العطف. ولو قال له علي درهم في عشرة لزمه درهم واحد. له علي درهم في عشرة لزمه درهم واحد، لأن المقر به درهم مظروف في عشرة. هذا بالشرط ده بقى إمتى نفهمها كده؟ إن أراد ظرفية أو أطلق أو حسابا لا يعرفه. ما يعرفش الحساب إن واحد في عشرة بعشرة. أنت ما تقول واحد في عشرة، 1 by 10 equal 10، ده فاهم الحساب. يبقى ما يقول واحد في عشرة يبقى عشرة، ده فاهم الحساب، ده عالم الرياضيات. فهمت ازاي؟ لكن واحد جاهل ما يفهمش حساب يقول لي واحد في عشرة، يبقى يقصد ده ظرف ومظروف، يبقى واحد بس. فهمت بقى الفكرة؟ هذا إن أراد ظرفية أو أطلق أو حسابا لا يعرفه. مش حافظ جدول الدار، ما يعرفش إن واحد في عشرة بعشرة، فاهم إن واحد في عشرة بواحد، لأنه مش حافظ جدول الدار. فهم؟ يبقى ده ما يعرفش، يبقى يقوم القاضي يحكم بإيه؟ بإنه أقر الدرهم. فإن أراد معية درهم في عشرة، في هنا بمعنى مع، يبقى 11 درهم. لو أراد المعية، لأن في قد تقتضي الظرفية وتقتضي المعية وتقتضي الحساب. فهمت؟ تحتمل الحاجات دي كلها.
يبقى فيه تقتضي الظرفية أو المعية أو الحساب. فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة، لأن ذلك مقتضى ضرب واحد في عشرة. فهمت كلام الشيخ؟ وتحمل الدراهم، مما يقول درهم، الدراهم في دراهم مكسرة ودراهم كاملة، لأن الدراهم دي كانت وزن مع الاستعمال بتتبري، فيبقى ساعات الدرهم مكسر فتيجي توزنه تلاقيه أقل من وزنه المعتاد، لكن الناس بتتجاوز في الاستعمال. زي أما تاخد أنت جنيه مثلا قديم، ورقة بمية قديمة، ما يجراش حاجة، ما أنت هتصرفها في البنزينة ماشية، واخد بالك؟ كذلك فلو كان في أيام الدراهم تلاقي فيه درهم من كثرة التعامل يبقى مبري، أو اتكسر منه حرف، فلما تيجي توزنه تلاقيه أقل من الدرهم السليم. يبقى من حيث المالية، من حيث المالية السليم أعلى من المكسر، لكن من حيث القبول في المعاملة زي بعض. فهمت بقى الفرق؟ وتحمل الدراهم على الكاملة السليمة، فلو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة أو مغشوشة، فإن وصل قوله المذكور أو كانت دراهم البلد كذلك قبل قوله. يعني إيه؟ له علي درهم في عشرة مغشوش مكسر، وصل الكلام ببعض، يقبل الكلام. أو قال له درهم علي في عشرة وكانت الدراهم المستعملة في البلد دي أصلا مكسرة ومغشوشة، يعني مش فضة صافية، يعني دافين عليها سبائك برونز، مش عارف ايه، اي حاجه، عملات اخرى. ما ساعات يعمل سبائك يحط مع الفضه اي حاجه يسموها ايه، درهم مغشوش، ده معناه يعني مش فضه صافي. فهم؟ فان وصل قوله المذكور او كانت دراهم البلد كذلك قبل قوله، وان اقر بمال مال وسكت كده قبل تفسيره بما قل من المال، وان لم يتمول له في ذمتي علي مال وسكت، يقوم ايه نقول له طب فسر المال ده ايه، ايه هو المال، يقبل تفسيره بكل ما يتمول، واخد بالك ازاي، وان قل من المال وان لم يتمول. ان قل من المال وان لم يتمول يعني ما ينفعش تبيعه، ما تعرفش تبيع حبة قمح، حبة رز، حباية واحدة ما ينفع، مع ان هي جنسها يتمول، لكن الحباية لا تتمول، واضح لحقارتها يعني. كحبة بر وإن وصفه بنحو عظيم، ويكون وصفه بذلك بالنظر لإثم غاصبه، يقول له علي مال عظيم، يعني عظيم إثمه إن إيه، إن أنكرته، فيحمل أي تفسير، لأنه مش شرط كلمة عظيم تعود على المال، قد تعود على الإثم، إثم الإنكار. فهمت؟ ويكون وصفه بذلك بالنظر لإثم غاصبه. وأصل ذلك كل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. ده نظام الإمام الشافعي، لأن أصلا قواعد مذهبه قايمة على كده، أن اليقين لا يزول بالشك، قواعد مذهبه كده في الإقرار وغيره. كويس. قوله رجع بضم أولي أي وكسر الثاني، فهو مبني للمجهول. وقوله إليه متعلق برجع، وقوله أي إليه الضمير ده يعود على مين؟ على المقر. وقوله أي المقر تفسير للضمير اللي هو ضمير إليه. وقوله في بيانه متعلق برجع أيضا اللي هو المجهول يعني. وقوله أي المجهول في بيانه، الضمير هنا في بيانه إيه؟ اللي هو المجهول. رجع إليه في بيانه، الهاء الأولانية على المقر والهاء الثانية على المجهول. فاهم؟ عشان كده كان زمان في السنين دي كانوا يحبوا يوجزوا العبارة ويكتروا الضمائر علشان يفضل التلميذ محتاج الشيخ عشان يعرفوا الضمير ده يعود على مين، فما يلجأش للتعليم من غير الشيخ، كأن بيقرأ طلاسم، كانوا يقصدوا هذا عشان ما يستغناش التلميذ عن الشيخ، يقوم الشيخ يوقفه ويطمئن على فهم الصواب. كان في فترة من الفترات كان كده، يعني كانوا يراعوا في التصنيف كثرة الضمائر للإلغاز على المتسرع الذي يفطم نفسه من المشايخ سريعا، يقوم يلغز عليه، يقوم لو جاب الكتاب لوحده يقول له تلهي بقى مش هتفهم، طب خليه بقى احفظه مش هتفهم، لازم تجيلي عشان افك لك الضمائر.
فهمت ازاي؟ وده برضو كان نوع من التربيه، ان التلميذ ما يفطمش نفسه من الشيخ، يقوم يعتمد على نفسه في الفهم، تقوم تتعدل الفهوم زي في الزمن بتاعنا دلوقتي بعد المطابع وكثره المطابع وكثره الشروح. اصبح الانسان من دول يروح شاري الكتاب وكان شارح شرحه وشاري على الشرح حاشيه، ويروح البيت يحطهم في اوضه النوم ويقفل عليه الباب ويقفل النور وفي الضلمه يقرا لوحده ويفهم، وبعدين بعد كده يطلع يلبس العمه ويقول لك انا عالم. يبان بقى في كلامه انه جاهل جدا لانه فاهم نفسه غلط خالص. فهمت بقى ازاي؟ دي المشكله. وده عيب المطبعه. ده عيوب المطبعه، انها نشرت العلم في صوره معلومات لا في صوره علم. فبقى اللي في الكتاب معلومات مش علم. العلم نور في الفهم. فهمت؟ يعني انت ممكن تقرا المعلومه لكن ما فيش معاها نور الفهم، بيبقى ما عندكش علم لكن عندك معلومات. ممكن تقعد تتكلم وتقول وتعرف وحافظ حلوه، كل اللي بتقوله دي معلومات وليست علم. العلم ان يبقى عندك نور الفهم. وعشان كده قالوا ايه؟ قالوا العلم نور، ولا قالوا العلم معلومات؟ العلم نور. طب امال اللي بتقراه ده؟ دي رموز، رموز لانوار العلم. طب مفتاح الرموز دي فين؟ عند الشيخ. روح للشيخ تاخد منه المفتاح. فهمت بقى؟ عشان كده العلم ايه هو؟ كتاب وتلميذ وشيخ، هو ده العلم. كتاب لوحده؟ لا. شيخ لوحده من غير تلميذ ولا منهج ما ينفعش يدي علم. فهم؟ وتلميذ من غير شيخ ومعاه المنهج ما ينفعش ياخد علم. لازم اركان العمليه التعليميه ثلاثه، منهج اللي هو الكتاب، وطالب علم اللي هو التلميذ، ومعلم اللي هو الشيخ. دي اركان العمليه التعليميه، ما ينفعش تلغي ركن فيها. لو لغيت ركن فيها تطلع لك انصاف متعلمين، ناس متعالمين، ناس عندهم معلومات وثقافة وليس عندهم علم، اللي احنا بنعاني منه الان. واخد بالك؟ يقول لك مفكر اسلامي. ليه هو بقى مفكر اسلامي؟ لانه ملوش شيخ. فبقى شيخه فهمه. فيفاجئ انه فهم حاجة مش مكتوبة ولا قالها المسلمين قبل كده. فيقوم يخرق الاجماع ويجي في التلفزيون يلخبط الناس. فهمت؟ ويسمي نفسه مفكر اسلامي. ليه؟ لانه ما خدش العلم. ده خد معلومة لأنه فطم نفسه من الشيء. واضح؟ علشان كده هم إيه، تلاقي ساعات عودة ضمير. قوله فيقبل تفسيره أي المجهول، وقوله بكل ما يتمول أي يقابل بمال، لكونه يجلب نفعا أو يدفع ضررا ويسد مسدا ويقع موقعا، اللي هو المال يعني، يجلب نفع أو يدفع ضرر أو يسد مسدا ويقع موقعا. وضد غير المتمول، كل متمول مال ولا عكس، كل متمول مال ولكن ليس كل مال متمول. ولعل تقييده بالمتمول لكونه محل وفاق كما يعلم مما بعد. وقول وإن قل غاية في كل ما يتمول. وقول كفلس بفتح الفاء أي جديد. وقوله ولو فسر المجهول بما لا يتمول مقابل لقول بكل ما يتمول بالنظر لكون ذلك محل وفاق، وهذا محل خلاف. وقول وهو من جنسه أي من جنس ما يتمول. وقول أو ليس من جنسه أي ليس من جنس ما يتمول. والغرض من ذلك التعميم لا التقييد. نعم، قيد الشق الثاني، قيد الشق الثاني اللي هو الغير المتمول بقول لكن يحل اقتناؤه، احترازا عن الذي لا يحل اقتناؤه كخنزير وكلب غير معلم، لأن الخنزير نجس لا يحل اقتناؤه، ويبقى لا يحل أن يتمول به وليس له مال. وكذا نهى النبي عن ثمن الكلب، مش كده برضه؟ فده لا يتمول، إلا أن يكون معلما يبقى ده ممكن يتمول، يحل اقتناؤه لكن لا يتمول عند الشافعي. الكلب المعلم يحل اقتناؤه ولكن لا يتمول عند الشافعية، ويتمول عند غيرهم مقابل إيه؟ مقابل تعليمه. واضح؟
فلا يقبل تفسيره به كما تصرح به عبارة الشيخ الخطيب. وإن نقل المحشي عنه خلافه فلينظر. قولك جلد ميتة وكلب معلم وزبل، أي وقود، أي وقود وحد وقود، أي وقود وحد قذف وحق شفع، لأن القود قد إيه يكون في الآخر مال، مش كده برضو؟ يعني قد يفسر في الآخر القود اللي هو العقوبة، قد يتم الصلح على مال فتؤدي إلى مال في الآخر، وحد قذف وحق شفعة لصدق الشيء بكل منه مع كونه محترما. قول قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح هو المعتمد. قول ومتى أقر بمجهول، أي كأن قال له علي شيء أو كذا كما تقدم. وقول وامتنع من بيانه بعد أن طلب به، أي ببيانه. قول حبس حتى يبين المجهول، أي ولو بالإكراه، وهذه هي صورة الإكراه بحق كما مر. قول فإن مات، أي المقر. وقول قبل البيان، أي قبل بيان المجهول. وقول طولب به الوارث، فإن بين الوارث جرى فيه ما ذكر مع المورث الذي هو المقر، وإن امتنع من البيان اللي هو الوارث حبس حتى يبين كمورثه. وقال بعضهم لا يحبس الوارث لأنه لم يقر بشيء، ده اللي أقر الوارث وهو ملوش دعوة تحبسه ليه، وأنا مع هذا الرأي ما تحبسوش، لكنه يمنع من التصرف في التركة حتى يبين، نحجر على التركة لحد ما يظهر البيان، لأن لو وزعنا التركة وجال بيان هيبقى متعلقة بدين، وعشان كده قالك من بعد وصية يوصي بها أو دين، فما فيش حاجة اسمها إرث إلا بعد إيه؟ إلا بعد ما نخلص الديون ونخلص الوصايا. قول ووقف جميع التركة فلا يتصرف في شيء منها لأنها مرهونة رهنا شرعيا بما أقر به المورث. ونقف على قول ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله له علي 1000 إلا 50، استثناء يبقى 950، يبقى أقر 950. قال له علي 1000 وبعدين قام اتوضى وصلى العشاء وختم الصلاة وانا قال له الا 50، ما ينفعش. واضح؟ لازم يكون ايه متصلة. واضح الكلام؟ طب افرق قال له له علي 1000 عكسي الحمد لله يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم الا 50، ينفع. واضح؟ فهمت الكلام؟ دي هنقول له المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في سؤال في الجزء الماضي؟ محدش بيذاكر، طلبة ما بتذاكرش. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت لو بتذاكر هتسأل، ولو سألت هتعرف وتحرجني. فالحمد لله إن كنتم ما بتسألوش عشان ربنا رفع عنا الحرج. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.